مساء الخير، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ معاكم ادمن هناء. والنهارده احنا بس ايه بنوريكم فعينه كيلو كحك. اوكي، ده كيلو دي احنا هنعمله كيلو كحك. طبعا اللي عايز يعمل بيزود المقادير حسب الكميات اللي هي مطلوبه. احنا عندنا المقادير بتاعتنا كيلو دقيق منخول، وعندنا بيكنج باودر، وعندنا السمسم، وعندنا المحلب، وعندنا رشة الملح، وعندنا ريحة الكحك، وعندنا السمنة الفلاحي. انا بعملها سمنة بقري وجاموسي. وعندنا الخميرة انا سايباها في اللبن، اوكي، بحيث ان هي ايه تبتدي ان هي تخمر. بص، هو المكونات بتاعت الكيلو بتبقى كالاتي. احنا بنعمل كيلو دقيق عليه نص سمنة، كيلو دقيق عليه نص سمنة، اوكي. اللي عايز الكحكة تكون ناعمة يعملها كده، كيلو دقيق عليه كيلو نص سمنة، سوري. انما لو حد عايزها مقرمشه شويه بيحاول يقلل من السمنه، بدل ما هي 500 جرام بيعملها 400 جرام. ده السمنه الفلاحي او اي نوع سمنه تاني. في سمنه انا يمكن جربتها قبل كده، كنت حبيت ان انا اعرف هي بتعمل وزن قد ايه، اللي هي الروابي. خلي بالكم الروابي فيها نسبه دهون عاليه جدا، فالروابي دي اللي عايز يعمل بيها كحك، بدل ما هو الكيلو دي بيعمل نص سمنه، لا، انتوا بتعملوا كيلو دي عليه 400 جرام سمنه فقط لا غير في الروابي، لان دهونها عاليه وبتخلي الكحكايه ناعمه قوي. اوكي، احنا هنبتدي دلوقتي ونبتدي معاكم، واهم حاجه نقول لكم الخطوات بتاعتنا ايه. اتفضل. دلوقتي يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنعجن بقى الكحك بتاعنا. كل سنه طيبين. هنحط اول حاجه طبعا السوائل المواد الجافه على بعضها. ادي الدقيق، هنحط عليه ذره الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط المحلب. ونحط قد ايه محلب؟ معلقه شاي مثلا؟ معلقه شاي على كيلو الواحد، معلقه شاي. بسم الله، دي محلب بركه، بسم الله. ماشي، نحط السمسم. السمسم قد ايه؟ معلقه برضه؟ برضه معلقه. معلقه كبيره دي؟ معلقه فين؟ في معلقه هنا تقريبا. وخدي حطي. ودي ريحه الكحك. لا، احنا حطينا ريحه الكحك وده المحلب. هنحط برضك ايه، سنه صغننه، ولا نحط حبه قد ايه براحتك؟ هو عموما ريحه المحلب دوت بيدي طعم وريحه حلوه، ده ما بيضرش، هي بس ريحه الكحك لو احنا حطينا منه كتير او المحلب بتمرر. استنى، احنا بنحاول نقلبهم يا جماعه كده، ونحط حبه صغيره من بيكنج باودر عشان تدينا ايه، نص معلقه بالظبط كده. هي طبعا في ناس بتحط الباكت كله على الكيلو، لو هي مش عايزه تسيب الكحك يخمر، اوكي. لو هتعمل خميره فوريه، احنا بنحط مثلا ايه حبه، يعني 100 معلقه بس، ايه معلقه مليانه شويه، معلقه صغيره مليانه شويه، اوكي، ونقلبهم كلهم. انما اللي هيبقى عايزه يتساب عشان يخمر وكلام من ده، ما بيحطش بيكنج باودر، او بيحط يا دوبك نص معلقه بس خفيفه. بعد كده السمنه بقى، احنا كده ايه وزنين، اوكي. احنا قلنا كيلو دقيق عليه نص سمنه، بسم الله. طبعا السمنه حلوه بتاعتنا، فلاحي هنا صحيح، ممكن تعملي بسم الله. بسم الله بقى هنحط، بسم الله برضك. احنا هنحط برضك حبه حبه. في ناس على فكره بتحب تحط السمنه سخنه، احنا بنحطها بس بدرجه حراره الغرفه عادي، عشان حاجتين. اولا بتعمل لنا حموضه زياده، فاحنا حاليا الواحد معدته ما بقتش تقدر تستحمل حاجه زي كده، فاحنا بنحطها بحراره الغرفه. لو هي مقدوحه طبعا، في ناس ليها مزاج في كده برضك، هي ما فيهاش مشكله، بس بتعمل حموضه جامد جدا جدا للي معدتهم تعبانه، ينصح ان هم ما يحطوهاش الا اذا كانت زي ما احنا حطينا كده، هي مش سايحه، هي ماسكه نفسها، اوكي. وعموما برضك دي حسب كل واحد ورغبته. احنا عموما هنبس الدقيق دلوقتي اللي هو هنقعد نفرك فيه، ونرجع لكم تاني ونوريكم العجينه بقت ملمسها عامل ازاي. احنا بس هنوريكم ازاي يتبس، يتبس كده مش بيتعجن، انت بتقعدي تفركي فيه بالشكل ده. جماعه البس معناه ان انا بخلي الدقيق يشرب كل نقطه من السمنه بتاعتنا. بالظبط كده، سمي بسم الله كده. هنخلص بس بيه يا جماعه ونرجع لكم هو معجون ان شاء الله.